الآن بيقول سمعنا في محاضرة لقداستكم مسجلة عن سر الاعتراف والتناول، وكان فيها التكلم عن تناول الاثنى عشر تلميذا، وفيها تحدثتم عن عدم تناول يهوذا مسلم الرب يسوع. مع وجود كلام يؤكد في انجيل معلمنا يوحنا عن ان الرب يسوع اخذ اللقمة واعطاها ليهوذا، ويقول الكتاب وبعدما أخذ اللقمة دخله الشيطان وخرج، فهل هذا يؤكد تناول يهوذا الخائن؟ لا طبعا. اللقمة التي تناولها يهوذا كانت من الفصح وليس من السر المقدس، لأن اللي حصل كان في الأول احتفلوا بالفصح وبعدين بالتناول. في الفصح قال لهم الذي يغمس اللقمة في الصحفة معي هو يسلم، فطبعا بيغمس اللقمة في الصحفة ده مش تناول، لأن التناول ما فيهوش واحد بيغمس لقمة في صحفة، ده التناول أخذ خبز وكسر وأعطى. فهو بعد ما أخذ الفصح دخله الشيطان فخرج، لكن لم يتناول من السر المقدس. أي الصورتين صحيحة في نظر قداستكم؟ صورة العشاء الرباني بيها 12 تلميذ أم 11 تلميذ؟ اللي بيها 11 تلميذ لأني لا أوافق على أن يهوذا تناول من العشاء الرباني. هو السيد المسيح قال لما سألوه مين اللي هيسلمه، قال لهم اللي بيغمس اللقمة معي في الصحفة، ولما غمس اللقمة وادهاله بيقول دخله، لما أخذ اللقمة دخله الشيطان وخرج. فدي كانت في الفصح الذي سبق العشاء الرباني، لأن الكتاب بيقول فيه عشاءين. العشاء الأول اللي هو الفصح القديم، والعشاء الثاني هو سر الإفخارستي. فهو أخذ من الفصح اللي بيغمس فيه لقمة، وطبعا في الإفخارستي ما فيش غمس لقمة، بغمس لقمة دي في الفصح. معلش فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا ودخله الشيطان. هل الشيطان هو المتسبب الأصلي فيما فعله يهوذا؟ عايز أقول إن الخطية لا تأتي من الشيطان فقط، وإنما تأتي أيضا من استجابة الإنسان للشيطان، لأن ممكن الشيطان يحارب ولا يجد استجابة، بل يجد صدودا ولا ينجح. حروب الشيطان شيء، والسقوط في الخطية شيء آخر. فالشيطان لما دخل في يهوذا وجد فيه قلبا مستعدا راضيا موافقا على أغراضه، فما نقولش الشيطان بس. لماذا قال الرب يسوع المسيح وهو على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ونحن نقول إن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، ما
مش معناها تركتني يعني انفصلت عني، لا، يعني تركتني للألم دون أن تمنحه عني، زي أب يشيل ابنه على ايديه ويروح عند دكتور يفتح له خراج أو يشيل له شوكة أو حاجة، فهو شايله على ايديه والدكتور بيعالج الطفل، الطفل بيتألم بيقول يا بابا انت سايبني ليه؟ هو مش سايبه، يعني سايبني للألم. واحد بيتكلم بيقول هل لما سقوا السيد المسيح خلا كان علشان لا يشعر بالألم؟ وهل الخل مسكر؟ ولماذا قال أنا عطشان وبعدها قال قد أكمل؟ هل العطش كإحساس بشري؟ ولماذا أعطوه خلا بدلا من ماء؟ هو المسيح ما شربش الخل، ذاق وساب، لكن أعطوه خلا فتمت النبوءة وفي عطشي يسقونني خلا، وفي نفس الوقت عبروا عن عدم محبتهم انهم شخص عطشان وعلى الصليب وفي منتهى الألم فيقدمون له خلا، فإثبات لخيانتهم أيضا وزيادة في الاستهزاء يعني وآلام الصليب النفسية حتى. يعني الشعب اللي السيد المسيح عمل من أجله كل شيء وشفى مرضاه وأقام موتاه ونجاه من الآلام في عطشه سقوه خلا. الخل كمسكر؟ طبعا يسكر، يسكرش ليه؟ بس ما فيش حد بيشرب خل يعني. ما دام فيه كحول يبقى ممكن، لكن عمليا ما فيش حد بيشرب خل، لكن ممكن بيوضع الخل على الطعام. الخل معناها خمر فاسد يعني، عشان كده يسموه فينيجر، فينيجر يعني خمر، خمر تلفان بالفرنساوي هو المعنى كده، لكن لا يفقد كحوله طبعا. المسيح قال أنا عطشان، تعبير أنا عطشان يعبر به عن إن ناسوته تحمل الآلام فعلا، يعني كان ممكن اللاهوت يجعل الناسوت ما يحسش بالألم، لكن اللاهوت ساب الناسوت يتألم فعلا. ومن مظاهر الألم لما تصفت المية اللي في جسده والدم، فكمية المية اللي في جسده ما بقاش فيه، فقال أنا عطشان، تعبيرا على مدى الآلام التي تحملها الجسد في العرق الكتير اللي نزل منه سواء في بستان جسيماني أو في حمله للصليب أو في صلبه أو الدماء اللي نزلت منه، فالماء اللي في الجسد بيتصفى فأحس بالعطش الشديد. ولما يقول أنا عطشان معناها أقصى ما يمكن أن يصل إليه الجسد البشر من الشعور بالعطش. ولهذا لما طعن بالحرب وخرج منه دم وماء كانت معجزة، لأن الماء ده جه منين؟ ده جسمه اتصفى من الماء. لكن هو ما شربش يعني، ما تفتكرش أنه بياخد عشان تخفف الألم. طب هات انت واحد يكون له عاملين له عملية جراحية ولا حاجة ويشرب شوية خل، دي هتخليه ما يشعرش بالألم؟ هم الناس اللي خلوها خل. واحد بيقول أرجو توضيح وتفسير هذين الآيتين. الأولى، الآية الأولى جاءت بولس الرسول إلى أهل كولوسي إصحاح 2 عدد 16، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة هلال أو عيد أو سبت
التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فالمسيح. بعض أخواتنا البروتستانت بيفتكر الحكاية لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب أو غيره خاصة بالصيام، لكن هي مش خاصة بالصيام، هي خاصة بالآيات المتعلقة بالنجاسات والتطهير في العهد القديم. يعني كان فيه أطعمة تعتبر نجسة وأطعمة طهرة، وطيور نجسة وطيور طهرة، وكانوا محرم عليهم أكل حاجات زي دي. فالكتاب قال لا يحكم أحد عليكم في هذه الأمور، يعني الأطعمة التي كانت تعتبر نجسة نجسة في العهد الجديد ما بتعتبرش، لأن النجاسة في العهد القديم كانت رمز، رمز، لأن الحيوانات نفسه إيه اللي بينجسه؟ هو رمز. ولذلك معلمنا بطرس الرسول في سفر الأعمال إصحاح 10 لما أراد إنه أو لما أرسله الله لتعميد كورنيليوس وهو رجل أممي، وراله ملاءة نازلة من السماء عليها أطعمة من النوع ده، فقال له لا ما أقدرش أكل حاجة نجس، قال له ما تنجس حاجة اللي طهره الله ما تنجسوش. وكان يقصد بالملاءة اللي عليها أطعمة ونجس وطاهر بالنسبة للأمم، الأمم غير اليهود يعني، الذين كانوا يعتبرون نجسين في العهد القديم، فكانت نواحي رمزية. وما عندناش دلوقتي حاجة اسمها نجسة وطهرة في الأطعمة، فدي ما لهاش علاقة بالصوم. ونحن حينما نمتنع في الصوم عن الأطعمة الحيوانية لا ننجسها، بدليل ان احنا بناكلها في أيام الفطار، فما فيش تنجيس. فكلمة لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب خاصة بالتنجيس بعض الأطعمة وليس بالصوم إطلاقا. التي هي ظل الأمور العتيدة، نفس الآية دي بتاعت كمان ولا سبت ضد السبتيين بتاع كولوس 2:16، يعني لما يجوا السبتيين يقولوا السبت قاعد لسه برضو في المسيحية، نقول لهم لا، ده بولس الرسول بيقول لا يحكم أحد عليكم في أكل ولا شرب ولا هلال ولا عيد ولا سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، أما الجسد فالمسيح. فأصبح السبت حاجة في العهد القديم وبقت ظل الأمور العتيدة. ظل الأمور العتيدة يعني ظل للخيرات اللي موجودة في العهد الجديد. وبعدين بيقول إيه الآية الثانية، إذا كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعا الفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس. ونعلم انه يحل لنا اكل السمك في صيام عيد الميلاد ويحل لنا في صيام عيد القيامه. زمان برضو بتاع لا تزق ولا تجس في الاطعمه اللي مفروض انها نجسه، لكن في ايام الصيام الواحد بيمتنع زهدا وليس تنجيسا، نسكا وليس تنجيسا، ادي الفرق. اما من جهة وصايا الناس فدي مش وصايا الناس، يعني ده نوع الصوم، وايضا له اصل الهي في الكتاب المقدس. مثال لكده لما تقروا في سفر التكوين إصحاح 1 آية 29 و28، نقول إن ربنا لما خلق آدم قال له يأكل من ثمار الأشجار ومن بقول الثمار والبقول، وما قالوش يأكل لحم. فالطعام النباتي هو الطعام الذي عاشت به البشرية من أولها، حتى الحيوانات أيضا كانت تأكل عشب الأرض،
ولم تكن تأكل كائنا حيا. ما كانش فيه فكرة الافتراس والوحشية، ما كانتش دخلت حتى للحيوان. والكتاب المقدس يورينا انه لم يسمح باكل اللحم الا في تكوين اصحاح 9 بعد فلك نوح. كان العالم ضاع في الشر والخطية وحالته الروحية ما تنفعش، لدرجة ربنا انقذ بس 8 انفس هم عيلة نوح. فقال لهم ممكن تاكلوا لحم ولكن لحما بدمه لا تأكلوه، يعني ما يكونش لحم فيه دم، لان اللي بيأكل الدم ده بيتشبه بالوحوش اللي هم بياخدوا الدم، والدم بيجيب وحشية في الطبع. راح واحد جزار بينزل تزيد حتة كبدة وكلها دم، يروح واكلها زي ما هي بدمها. عشان كده تلاقوا كتير من جزارين صعبهم طبعهم شديد، صعب الدم صعب. فلما يجي واحد مثلا يقول لك ما تاكلش دم، تقول له لا تنجس، او لا حد بيقول لك لا تزق. دي اول وصية اعطاها الرسل للامم في سفر اعمال الرسل اصحاح 15، قالوا لا نثقل على الداخلين للايمان حديثا من الامم، يكفيهم انهم يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم. اهو منع اكل ومش وصايا ناس. فضلت البشرية بهذا الشكل. لما ربنا قاد الشعب في برية سيناء كان بيجيب لهم المن. المن ده كان خبز زي حبوب الكزبرة وزي قطايف بزيت، وأطعمهم طعام نباتي. لما جاعوا وبكوا وعياطوا وقالوا عايزين ناكل لحم وليتنا كنا في أرض مصر، قال لهم طيب أديكوا لحم مش لمدة يوم ولا يومين، مدة شهر من الزمان، لغاية لما تخرج رائحته من مناخركم ويصير لكم كراهة. وضربهم ضربة شديدة لأنهم اشتهوا اللحم، فمات آلاف في ذلك اليوم. وسموا ذلك المكان قبروت هالتأوة، أي قبور الشهوة، لأنهم هناك اشتهوا لحم. ونسمع عن دانيال النبي انه كان بياكل القطاني نبات، حاجة زي العدس كده. ولما صام دانيال، وصومه موجود في سفر دانيال اصحاح 9 و10، بيقول لم يدخل في دمي لحم ولا لم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم اكل شيئا شهيا لمدة 3 اسابيع ايام. فنقول له ما اكلتش لحم ولا خمر ولم يدخل في فمك شيء شهي بتنجس، دول مش بينجسوا، دي مسألة النسك، والطعام النباتي موجود في الكتاب المقدس. فالوضع الاصيل هو الطعام النباتي قبل ان يخطئ الناس ويدخلون في شهوة الاطعمة. ولذلك لما جاء المسيح، لانه لقى ان ادم وقع بخطية شهوة الاكل، فبدأ خدمته بالصوم 40 يوما لكي يرد على خطية ادم. فاحنا لا نمنع اطعمة تنجيس زي العهد القديم وزي الايات ما بتقول، ولكن نسكا وزهدا. وايضا اللي بيأكل اطعمة نباتية غالبا بيكون طبعه اكثر هدوءا من اللي بيأكل لحم. واذا بالعلم الحديث يرينا ما يثبت هذا الكلام الالهي، فيصبح اللحم والشحوم الحيوانية مصدر كبير للكوليسترول، وبيتعب القلب وبيتعب الشرايين وبيجيب الجلطة، وليه مساوئ عديدة جدا. لذلك كتير دلوقتي من الحاجات اللي بيطلعوها يقولوا ما فيهاش كوليسترول، ما فيهاش كوليسترول، فيعني
ربنا قال لك انا من اول ما خلقت البشريه خليتها بعيد عن الكوليسترول دول، قاعدين انتوا تاخدوا منه لما عييتوا ومرضتوا وجات لكم امراض قلب وامراض في الشرايين وجلطه، ودلوقتي الصحه يقول ابعد عن الكوليسترول. مش ده فعلا تدبير الهي؟ ما عارفه. يعني دلوقتي الانسان لما يكبر يمكن اول ما يوصل لخمسين ولا خمسة واربعين يبقى يبعد عن الحاجات دي. ناس كتير قوي يبعدوا. فتيجي تقول ازاي بيمتنع عن أطعمة زي ما يقول في تيموثاوس مانعين عن أطعمة، يعني ربنا قال تاكلوها بالشكر. احنا ما لا ننجس طعاما، لكن فرق بين الزهد والنسك وفرق بين ايه التنجيس. ولو جالك طبيب بتاع سكر وقال لك امتنع عن دول ولا دول، تقول له لا دي هرطقة، لان الكتاب بيقول اللي بيقول لك لا يحكم عليكم احد في اكل ولا شرب. ولو جالك طبيب بتاع معالجة السمنة وقال لك ما تقولش ده ولا ده، تقول له لا لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب. ده انت تحت الحكم في حاجات كتير. ده لخيرك، لخيرك مش للحكم عليك.